مرحبا جماعة اليوتيوب، رجعت لكم بفيديو يوتيوب جديد، ولكن فيديو هذا غير كل الفيديوهات، فيديو قوي واشتقتوا للمقالب اكيد. لكن مقلب اليوم غير، في انسان اول مره يبان في اليوتيوب. الانسان هذا تعرفوه في التيك توك، معروف، المعروف لا يعرف، بس انا خممت له في مقلب قوي. قبل ما نبداو المقلب باش نجيب لكم ضيفه في قناتي سوف تشاركني في المقلب، والضيفه هذه اليوم باش نعملوا الشر مع بعض. تفضلي. هاي المقلب في فينوم، حط لكم صورته هنا. هذا هو فينوم اللي مجنن التيك توك، اللي انا جنني. اعطيني ردة فعل، كيفاش باش تكون ردة فعل فينوم على حسب معرفتي فينوم؟ راح يكون معصب 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 معصب. المقلب انه وين نحاول نستفز فينوم، باش نبلش له مثلا نستفزه بالكلام وكل شيء، وهي قالت لي حاولي انك تقولي له، لانه فينوم يعني ما يهمه لما تقول له انت كذا كذا، لا بس يهمه انه نقول له انه مصاحبني عجل الشهره وكذا. وانا نعرف فينوم من داخل انه بيحبني كثير وبيعزني كثير، واكثر انسانه انا وفينوم ما شاء الله ربي تحرسنا ونضل صحبتنا. انا فينوم بحسبه اخويا الصغير، فاليوم قررت اني نعمل فيه مقلب الاستفزاز هذا. هو تحت ومعاه ريدر، ونكلموا ونعملوا فيه المقلب عندي انا في البيت، عزمتهم وكذا. خليكم نحكمش الفيلم، يكون كل شيء على عينيكم. جاهزين؟ يلا اوكي. اسمعوني يا جماعه، احنا دور نستناو في فينوم باش يطلع، نستناو في كلامنا قاعد في المصعد طالع، باش نحاول نبينوا انه احنا اوكي نصوروا في فيديو. الفكره انا لسه مش عملتها في مخي، اما قلنا على باش نحاولوا انه احنا طالع فما تصوير فما اشياء، لكن نحاولوا نستفزوه والكاميرا تكون مخفيه. اوكي، واهم من هذا كله قبل ما نبلشوا الفيديو نتاعنا، تعملوا سبسكرايب هنا، تلقاو السبسكرايب، وتحطوا هنا لايك، اشتراك، اشتركونا بالقناه، لانه في الفيديو هذا في راح تكون ايفونات للربح. قبل اسمعوا نوريكم الايفونات ومن بعد نبداو المقلب. خلينا نوريكم الايفونات ثواني. الجوائز تبعكم هما هذول، مش هذول بس، تعالي هذول كمان. شوفوا 6 ايفونات، 15 14 13 لكن هذوما كلهم 15. الشروط سهله كثير. اسمعوا، انا المسابقه ذي مني انا، من عندي انا ليكم انتوما. اخترت لكم الايفونات هذوما مش في الانستغرام، مش في ولا حدا، نختار من التعليقات. اكتب اي تعليق، كثر من التعليقات في الفيديو، ولازم ضروري تكون عامل سبسكرايب للقناه. والايفون هذا يوصلك وين ما انت، شفت انت في الجزائر، في تونس، في المغرب، اذا انت في فرنسا، شخص ما هي تعيش في فرنسا، نبعث لها التليفون نعطيه لها هي، وهي توصله لك لفرنسا. انا في تونس نجيب لك التليفون، وما انت في تونس، في الاردن نبعث لك، اذا ما بدكش ايفون نبعث لك نفس السعر وبالضبط. شروط سهله كثير، شنو لازم يعمل؟ يعمل سبسكرايب، تكتبوا التعليق، لانه انا باش نختار من التعليقات، ندخل نلقاك عامل سبسكرايب اشتراك بالقناه، ونقول لك مبروك عليك. كسرتي قبل ما يلحق. خلينا نبلش المقلب نتاعنا. يلا اسمعوني، توا فينوم وريدر خليتهم طالعين في المصعد. وصلوا وصلوا، اسمعوا فتحي نفتحوا. هلا بيكم، فتحي تفضل. شنو حوايج شخبارك؟ والله اسمعوا يا جماعه، توا خبينا الكاميرا حتينا هون، فينهم في الحمام، شوف شنو نقعدوا غاديكا باش يبلش الاستفزاز من هسه. اوكي جاهزين؟ يا ربي ما يصير ما يعصب علينا وما يكسرليش الدار. عندنا فينوم باش نصور، واحنا وين فينوم؟ دخل الحمام. طيب يلا بسرعة، قلنا بسرعة. أنا تصوير يعني، فهمتش علاش يعمل هكا؟ أنا عندك ساعة فينوم، ماشي جاي ماشي جاي، 40 دقيقة فينوم. أنت بكل شيء كل شيء بغيض، هيك يعني طول كل شيء، حتى بتطلع يطول تدري؟ اليوم ساعة تطول يا أخي، ساعتين على ساعتين، ساعتين تحت التمرة، ساعتين. مين انتظرتني ساعتين؟ أنا اللي جيت لك البيت، أنا شكت لك. أنت علاش جاي سامحني؟ مش نصور فيديو يوتيوب، مش نصور فيديو يوتيوب. انت كان مش فيديو باش تجي ضبط حالك تسوي لا لا، لو كان ما فماش فيديو يوتيوب باش تجي عادي. علاش انت جيني؟ على خاطر مصلحتك، جيني على خاطر التصوير. مش في البث هنا يا دراما انا دراما لا فينو، انت جيني على خاطر التصوير. زعما لو كان ما كنتش انا مشهوره باش تجي؟ شو الكلام هذا؟ هذا
فينوم لو كما كنتش مشهوره ما يجيش. صح انا اليوم لاحظت انت على شنو على شنو جيت باش نديروا فيديو يوتيوب؟ انت حتى انت عيطتي قلت لي نديروا فيديو يوتيوب. لقينا قبل يوم مش ما قلت لك عايزوا فيديو؟ قلت لي على الملابس واش دخل الموضوع؟ شغل انت واحد نحس واحد واش بيه؟ اوكي ما تجينيش بالي بس هكا في خلاص مش بيه ملابسي ما نصورش حتى من غير ملابسي ما نصورش. جاي مجال فيديو تحترمني تسوي لبسه شوف ريدر شوف هي كيفاش لابسه صراحه حقا لازم يعني بعد ما نضيع انا بديش طلق فيها انا نحكي يا اخي حقا حقا لا انا نحكي معاه جيت نصور معاه يا اخي حقا حقا انت جاي تصور فيديو بس انا بتكلم معاه ما بتكلم معاه خلاص شبين كنت اطفال لا انا بتكلم معاه انت لو بتريش مشكله لا 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 انت خاطر انا مشهوره ما حبيتش تكلمني يا خما هو خاطر ما عندوش 15 مليون ما حبيتش تصيح عليه بس انا عندي 15 مليون ما حبيتش تصيح عليا فوالا هذه هي الحقيقه ما تدخليش راسك راني نتكلم معاك عيب عيب ما كيف قالت لي على الملابس مش عيب وعيب انت تستفزني تعرفيني مليح نتكلم معاك مش تروحي لي في وجهي نحترمك ونقدرك وما زحت لو كان مازلني محترم بمسك وكلش ما تدخلش راسك عليك اصبر عليك ما تدخلش راسك عليك ما تدخلش لا ستايلك ما تدخلش لا ستايلك ما تدخلش ما فيش تصوير ما فيش خلاص خلاص تحترمني شويه ما تحترمني شويه فينا شويه احترمك وحتى ادوك ما احترمك انت ما تدخلش نفسك اصلا عنك خلاص ما تدخلش نفسك والله مانيش في البيت مانيش في دبي تعرف ايش ما اسمع صوتك طز عليك بلع فمك ما اسمع صوتك بلع فمك خلاص صوتك ما اسمع يضحك تحب تروح روح انا مقلقنيش والله تحب تروح روح خلي باب وراك صح السلام عليكم هلا والله رضا 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 روح ناديتك تصور لا انا ما عاد ماكل صراحه والله ما يحترم ما تدخل نفسك انت ما تحترم انت والله ما تحترم يا جماعه فينا مطلع واحنا نحصلوا فيه تسكر علي البيت طح فينا ربي من جرد فينا طول لازمنا ننزلوا تحت نجيبوا الكارت ونلحقوه هو في السياره نزلنا جماعه جبت الكارت تبع الغرفه وخلينا ريدر تحت يقنع فيه باش يرجع على اساس انا هيك كاريزما وما بديش انزل وخشمي وكذا ان شاء الله يقتنع كان ما اقتنعش ننزلوا له تحت لا مش قصدي ليش انت حاجه تقول انت هذا الشيء بنتعس بس خلينا نتكلم انا اسمعي اسمعي حاولي انت تجيبيه حاولي انت تجيبيه انا ما فهمتش علي المشاكل عندي جيرين في العلاقة بالفيديو ريدر انا عندي جيرين ليش طلع فيي يا ريدر شنو هي سوء تفاهم طوط انت مش لوحدك بيها ما تش علاش راجع هو رجعني قال لي ما ترجعش صراحه هو ما ترجعليش صوتك انا ما رجعش فيها ما ترجعش نتكلم معك باحترام وراح ننزل ما نحكي معك سوء انا ما رجعت لا هو رجع يقول انا دا رجع اعتذر قلت ارجع والله راح سبك انت اللي رجعتني انت قلت ارجع اعتذر منها قلبك معمر انت قلبك معمر ما يدري بس انت اللي رديت صح لا ما تكلمتش معاه انت اللي جبتني راح سبك انا ما سبك شوف اللي جايبك من هنا والله راح سبك بس انت عندك ساعه وانا راح سبك ما تحسس حسي قاعد تكلمت معك خلاص على رايح مش تتكلم هو قاعد يسوي وبعدين ما تسويش بنت تتكلمي وتسوي دراما ليه ليه ما تسويش حتى دراما بس لا انت كبير لا 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 الا تفل الا تفل سايب تفل سايب تفل ما يلا ولا انا الضحى راح اسكت ريدر عجيني ريدر والله شكرا اقعد ريدر خلص خليه يطلع انا بتكلم مع ضحى تمام بتدخل نفسك ضحى اجيت على مقطع تصوير ما جيتش باش نشوف كريستيانو رونالدو انت قلت لي نسوي مقطع يوتيوب تمام خليني نتكلم معك انا بتكلم معك خليك تتكلم يا ضحى اهم من كريستيانو رونالدو والله ضحى اهم من كريستيانو رونالدو ما فهمتش علاش شفت مخو بيه مشاهد ايه. لا مش انا بتكلم معك موضوع الملابس المفروض هي اختك يعني هي اختي معزه ومحترمه بصح الموضوع ملابس ما تقوليليش ويوتيوب وملابس كسرت لي راسي بصراحه ولو عندي لايف باش نفتح لايف اصلا عندي شغلات اهم والله عندي شغلات لا مش علاقة مش لا مش الله هو اللي جابني فينهم بصراحه لا مش هو انا ما نجيش عندك ما تسرخي عليه ما تسرخي عليه عندي سفر وانت السابق قال على سطح تمام ضحى اقسم بالله انا احترمك لو مش محترمك اختي ولا فيديو ولا مره جيت ليك لعندي قلت لك ديري لي ستوري ولا منشن ولا نجي معك سوي فيديو في اليوتيوب تيلي اتصلتي علي وصورت لك كيف جاي وقلت لي اوكي تمام لما جيتي غيرتي رايك لو ما بدكش اتصلتش علي والله ها اتصلت علي والله شو
تركض ورا مشاهدات. كيف نركض ورا مشاهدات؟ نورينا في التسجيل والله هي اتصلت علي. لا لا دقيقة بس. أنت شيرين. أنت شيرين. لا أنت كذابة والله كذابة. أنت شيرين. لا أنت اللي جبتني. أنا راح أجي جاي. أنا ما جبته. ما تصرخ بحترم. أنا جبته. بحترمك أنت اللي جبته. أنا جبته. والله أسبك بالعراق. أنا جبته. أنا جبته. شفتيني. ما شفتش. أنا ما جبته. ما شفتش. أنت اللي جبتني. أنا إيش دخلني؟ فيديو ولا بالضحى؟ أنا بروح. والله أنا بروح. أنتم كذابين وزد سكر. لا والله. لا بري جيبي بري جيبي بسرعة بسرعة جيبي يا بينو 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 عملنا فيك مقلب عملنا فيك شبيك دراع مجيبي مقلب مقلب مقلب, مقلب. شوفي بتشو لا مش كلامنا لابسك والله حاجة مش منيحة والله سألك جنن صراحة مقلب فعلا بدنا لك انتي مقلب عاد تعرفني نحبك عاد لا مش مزاح والله لا تشخصنا يا ودي ما قلت والله مقلب ارجع ارجع والله الى هنا ينتهي فيديو اليوتيوب شو رايك شو رايك في المقلب اللي عملته ها طيب الكلام اسمع انا نحب في تعليقات تعطوني رايكم حلو ولا مش حلو وتعطيونا افكار لنحنا الاربعه في دبي فرح نعمل مقالب كتير ننزل برا نعمل مقالب في الناس تعطيونا مقالب في الناس. لكن قبل كل شيء والله والله انا حلفت بالله اذا يوصل الفيديو هذا 300 ألف لايك نحجز لكم انتم الاربعه ونروح مع بعض لبالي ونعمل مقالب في بالي اقسم بالله دخلوا لي كل مسلسل بالبيوت جماعه ما تدعموني ايش راح اسوي جماعه 300 ألف نعطيكم 300 ألف تكون سفرة كاملة شاملة بالمصروف هناك بكل شيء. شحال نريح قلتم؟ ها؟ شحال نريح؟ أسبوع. لا أسبوع قليل. تنسوش تحطونا التعليقات اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك. أهم من هذا كله إنه أنا عملت لكم في الفيديو هذا قبل الفيديو قلت لكم في. أسمعوا شوفي لا صح. والله صح. والله إيه عندك. قاعد 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 لا لا شوف هذول يا جماعة في الفيديو الجاي يكون السحب لازم نختار من الاشتراك من الاشتراك هذا ونختار من التعليقات انك نشوف التعليقات اللي عامل اشتراك جماعة ما تنسوش تضيفوني على السناب شات نتاعي فعالية الكل يوم هون في رابط سناب والله تحب متابعينا والله ليه لازم نربحهم الكل يسوي لايك تحبكم كثير لايك ولا ينتهي يلا باي والله